هاي يا حلوين، فيديو النهاردة هيكون مقارنة بين الكونسيلر بتاع لوريال وريميل وبرجوار. ثلاثة شبه بعض والثلاثة المفروض ان هما بديل لتارت. بليز قبل تبتدي الفيديو متنساش تعمل لايك الفيديو، كمان تعملوا سبسكرايب للقناة، لو بتتفرجوا عليها على الفيسبوك اعملوا فولو، كمان فولو على انستجرام وتيك توك، بسيب اللينكات تحت في الديسكربشن بوكس. ده شكلهم كده، هما الثلاثة. طبعا هتكلم عن كل واحد فيهم دلوقتي وهوريكم شكله والتغطية بتاعته على، وانا مش حاطة ميك اب خالص، عين اكون حاطة فيها الكونسيلر والجزء التاني مش حاطة فيه الكونسيلر خالص عشان اوريكم الفرق بين الاتنين، وهل هو فعلا بديل لتارت ومين اقرب واحد لتارت وايه العيوب وايه المميزات وكل الكلام ده. نبتدي بايه الاقدم، وهو بتاع لوريال مور ذان كونسيلر، واول لما نزل يعني قلب الدنيا حرفيا، وسوري على الباكجينج ان هو متبهدل، بس انا الدرجة دي غامقة عليا، اللي هي 337 اسمها الموند. الدرجة دي غامقة عليا جدا، خليني برضه اعمل لكم صوت، شوفوا دلوقتي في الفيديو ان هي غامقة فعلا، بس الدرجة دي غامقة جدا جدا عليا، فانا بضطر ان انا اضطريت ان انا اشيل الستوبر واحط معاه زي وايتنينج دروبس، او ان انا مثلا استخدمه مع كونسيلر تاني يكون فاتح، او اخلطه مع فاونديشن يكون فاتح، ان انا يعني عشان احاول ان انا استخدمه. طبعا هو كميته كبيرة جدا، اعتقد معدية 10 مللي، يعني 11 مللي، ودلوقتي نزل منه شكل جديد، غيروا بس الباكجينج بتاعه من بره، بقى من هنا فيه احمر، بس هو نفس التركيبه ونفس كل حاجه. في منه درجات كتير، ممكن تلاقي منه درجتك بسهوله. الكونسيلر ده بينشف بسرعه قوي، فاول لما تحطيه لازم تدمجي على طول، بيدي فول كفرج، بينشف تحت العين جدا، وده الحاجه الوحيده اللي انا لاحظتها، يعني يمكن الاثنين التانيين ما بيعملوش كده بالنسبه لي، وحتى تارت نفسه، يعني ناس كتير بتقول ان ده بديل لتارت والبديل اقرب لتارت، انا حاطه تارت دلوقتي يعني وانا بصور لكم، انا بصراحه تارت ما بينشفليش خالص خالص تحت العين. طبعا تارت شيب تيبل اللي احنا بنقارن بينه وبينهم، يعني تارت درجته اوقع عليا، بس احنا مش بنتكلم النهارده في الدرجه، احنا بنتكلم على حاجات تانية يعني، بس عشان لو حد حابب يعرف الدرجه اللي انا بستخدمها دي، درجه تارت اللي انا حطاها، الدرجه دي رقم 29 ان اسمها لايت ميديوم، وعندي درجة تانية 27 ان برضو كويسة عليا. الكونسيلر ده بينشف تحت العين جدا جدا اكتر من تارت بصراحة، يعني في ناس بتشتكي وما بتحبش تارت ان هي بينشف لها تحت عينها، ما تجيبيش لوريال، لوريال بينشف اكتر من تارت بكتير، مع ان ببقى حاطة تحته كريم مرطب، يعني انا ببقى حاطة كريم مخصوص للعين، بس فعليا بينشف جدا جدا تحت العين، يعني يمكن ده من الحاجات اللي هتخليني لما يخلص مش هرجع اشتريه تاني، لانه بحس فعلا بجفاف، وحته ان هو مش بيديكي فرصه ان انت تدمجيه، ده اسرع واحد فيهم على فكره بينشف اللي انا هتكلم عنهم، فلازم ان انت تحطي وتدمجي على طول. طبعا في التغطيه بيدي تغطيه فل وتغطيه جميله وبيداري الهالات، ومش محتاجه تستخدمي كونسيلر تاني معاه، هو كونسيلر واحد كفايه. ده طبعا لو انت بشرتك دهنيه او تحت عينك او جفن عينك دهني، ده انصحك بيه جدا، يعني ده هيبقى المناسب ليك، انما غير كده بالنسبه لي انا ما حبيتش قوي قوي. طبعا في ناس بتحبه، بس هو اختلاف اذواق يعني. اللي بعد كده بقى، وهو بتاع بورجوا من اللاين اللي هو اسمه اولويز فيبلس، اللاين ده نزلوا منه فاونديشن ونزلوا منه برونزر ونزلوا منه باودر اعتقد، والكونسيلر كمان. الدرجه اللي معايا دي، ودي اظبط درجه في اللي انا هتكلم عليهم كلهم، الدرجه دي رقم 4 او 400، اسمها بيج دور الدرجة، وده هتلاقوه اقرب واحد لتارت بالنسبة لي، يعني ده بالنسبة لي بديل تارت لو انا هختار حاجة. ده انعم، وتحسي بالفرد بتاعه انعم تحت العين، وده بيديكي شوية وقت ان انتي تدمجي، يعني ممكن ان انا اسيبه شوية ومثلا دقيقة عقبال لما بل مثلا البيوتي بلندر وارجع ادمجه، هيبقى شغال عادي ما بيقولش لا. بتاع لوريال بينشف بسرعه. طبعا الدرجه برضو طلعت غامقه عليا، ما اعرفش ليه، مع ان 4 دي حسيت يعني 3 كانت فاتحه قوي، 4 كانت غامقه شويه، بس هي بتمشي، يعني لو انت درجتك زي درجتي كده غالبا 4 دي اللي هتمشي عليكي. الكميه بتاعته 11 مللي، فهو زيه زي بتاع لوريال بالظبط، والاسعار بصراحه مش فاكره، فانا هكتبها لكم على الشاشه، لان انا كنت قلتها في فيديو المشتريات فمش فاكره، واعتقد دلوقتي الاسعار ممكن تختلف، فهشوف في المواقع السعر كام بالظبط حاليا في الوقت الحالي واكتبه لكم على الشاشه. بالنسبه لي الكونسيلر ده مش بينشف تحت العين زي لوريال خالص، ما حسيتش معاه بنشفان، بس بيبان شويه انك حاطه ميك اب، يعني طبعا زي لوريال برضو بيبان ان انا حاطه ميك اب، طبعا ما هوش حاجه ناتشرال تحت العين يعني، او حاجه طبيعيه او بتاع زي مثلا فتني او كده، لا ده باين ان انت حاطه ميك اب، دول الاثنين دول باينين جدا جدا ان انت حاطه ميك اب، يعني الصبح في الشمس، فاي حد هيبقى قاعد قصادك شايف كويس جدا ان انت حاطه ميك اب. فانا بشوف ان هو
حلو قوي بالليل مثلا لسهرة بالليل، او لو انت عايزة تستخدميه في خروجه بالليل، او حتى لو هتحطي منه الصبح بس تحطي كمية قليلة لو انت مش فارق لك بقى اصلا يعني الناس، وعادي انا ساعات بحطه وبنزل بيه الصبح عادي مش مشكلة. ايه المشكلة انه يبان ان انا حاطة ميك اب يعني؟ بس انا بتكلم عن الناس اللي بتحب ان هي تبان ناتشرال كده، وان هي مش حاطة حاجة، وان ده السكين بتاعها، لا دول بيبينوا جدا ان انت حاطة حاجة، فابعدي عنه. نيجي بقى لاخر واحد معايا، وهو بتاع رمال، وده بصراحة كنت متحمسة جدا لما جبته. انا بحس ان رمال عندها حاجات كتير قوي حلوة، اسمه ذا مالتي تاسكر كونسيلر، ده كميته 10 مللي، هو اقل منهم بحاجة بسيطة، ومكتوب عليه ان هو فول كفريج، والدرجة اللي معايا رقم 30 رقم 3، وفاتحة جدا عليا. فهو ده عيب الدراج ستور شوية، ان انت مبتبقيش عارفة تظبطي ابدا الدرجات الدرجة. فانا بستخدمه للتنوير يعني، لان لو استخدمته كده لوحده بيبقى باين قوي ان انا تحت عيني منور زيادة عن اللزوم. انا كنت حاطاه في الفيديو اللي فات على فكرة، اللي هو بتاع الباولو سوتشويس، وبتاع بتاع ايه كان الفيديو بتاع التريتو سبوت، كنت حاطه الكونسيلر ده لوحده، وما كنتش حاطه تحته اي حاجة يعني للدارك سبوتس او كده، معتمد عليه هو بس. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هتحسوا ان هو اكتر واحد الفورميلا بتاعته شويه بتلمع يعني. بصوا ده لوريال، ده تارت، وده بورجوا، ده اكتر واحد تحس ان هو فيه ميه كده، فيه ترطيب. فده اكتر واحد انا حبيته، ان هو مش بيبان قوي ان انت حاطه حاجه زي الاتنين دول يعني، دول باينين تحت عينك فيه ميك اب، حتى كمان لو انت تحت عينك ناشف دول شويه هيبينوا، خصوصا لوريال يعني. لوريال اكترهم بيبين النشفان، ده اقلهم، ده بحس ان هو فيه نسبه ترطيب كده حلوه قوي، وبيديكي فرصه ان انت تدمجي برضو، مش بينشف على طول، لان هو فيه زي مرطب كده، فهيديكي فرصه. اكتر واحد فيهم مش هيناسب الناس اللي جفن عينيها دهني، لو انت جفن عينيكي دهني وطبعا مع الصيف بقى والحر والعرق وكده، وعايزه حاجه ثابته قوي، خليكي يا في بورجوا يا في لوريال. لو انت عايزه حاجه تبان طبيعيه اكتر، خليكي في رميل. انا بحس ان رميل احلى بكتير، من حيث ان هو بيبان طبيعي ومش بيبان ان فيه طب سريع بقى كده للكلام اللي انا قلته كله، لو انت بتدوري على حاجه تكون فول كفرج وبشرتك دهنيه، هاتي بتاع لوريال. لو انت بتدوري على حاجه تكون فول كفرج وعايزه اقرب حاجه لتارت يعني، ده بالنسبه لي هو ده بالظبط، ده اكتر واحد قريب لتارت. لو انت عايزه حاجه تبان طبيعيه شويه اخف منهم، اللي هو حاجه بقى في النص، اعلى مثلا من فيت مي، واعلى من الحاجات اللي هي بتبقى التغطيه بتاعتها قليله، واقل من دول شويه، هتجيبي رمال. رمال بالنسبه لي برضو يعتبر افضل. لو انا هرتبهم من حيث الافضليه بالنسبه لي يعني، هيبقى بورجوا نمبر 1، وبعدين رمال، وبعدين لوريال اخر واحد فيهم. وطبعا بالنسبة لي اصلا لوريال بصراحة انا حسيت ان لو هقارنه بتارت، عشان الناس دايما كانت بتقارن لوريال بتارت، لا انا حاسة انه تارت احلى بصراحة بكتير يعني. وايه بس كده حلوين، دي كل حاجة الفيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا واستمتعتوا بيه. لو عجبكم الفيديو بخش تعملوا لايك للفيديو ده، كمان تعملوا سبسكرايب، وتقولوا لي حابين تشوفوا ايه في القناة الفترة الجاية. بليز شو مي سم سبورت، ان انتوا دايما تدعموني وتعملوا لي لايك، وعشان الفيديوهات تظهر لناس تانية اكتر. حاسين ان في حد مهتم بالفيديو ده من صحابكم، او حابب يشتري كونسيلر قريب، ابعتوا له الفيديو ده واعملوا له شير. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.